أغلبنا لا يعرف بأن صعود النازية بين الحرب العالمية الأولى والثانية هو كان بدعم أمريكي. الكل يتساءل، طيب كيف كان هناك يعني انهيار ألماني وقيود أوروبية، كيف سمحوا للنازية بالصعود وتأسيس جيش بالدعم الأمريكي، بالأموال الأمريكية، بالقروض، بالاستثمارات؟ 6 ملايين، لا يوجد أي دليل بأن هناك 6 ملايين يهودي قتلوا. وربما حصلت محارق لا أحد ينفيها، وهناك معسكرات اعتقال صحيح، ولكن الدليل على أن هذا الموضوع مسيس وليس إنساني ولا حقيقي، كيف نتحدث عن 6 ملايين ولا نتحدث عن 26 مليون سوفيتي قتلوا في تلك الحرب؟ يعني 6 ملايين أغلى. الممارسات نفسها كانت على كل الاتجاهات، لم يكن هناك طرق قتل مختصة باليهود ولا طريقة تعذيب مختصة باليهود، في كل الأماكن نفس الطريقة استخدمتها النازية، ولكن القضية هي قضية مسيسة ولتزوير الحقيقة ولاحقا للتمهيد لنقل اليهود من أوروبا باتجاه مناطق أخرى هي فلسطين. اليهود الذين أتوا إلى فلسطين هم يهود الخزر شرق قزوين، هم وثنيون و تبعوا الديانة اليهودية في القرن 8 الميلادي، هاجروا إلى أوروبا وأتوا إلى هذه المنطقة. لا يوجد أي علاقة بينهم وبين شعب إسرائيل.